عليكم يا غاليين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم شوربه كريميه ولذيذه بزاف بزاف، شوربه الفطر على طريقتي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وخليكم مع الفيديو تشوفوا الطريقه والمقادير. هني بسم الله على بركه الله غادي نبداو. غادي نحتاجوا بطاطا متوسطه الحجم، ونحتاجوا بصله صغيره، 4 ديال الفصوص من الثوم حسب الاختيار. تقدروا تنقصوا كميه ديال الثوم، بالحق لا تبعتوا المقادير كيف ما هما، غتجيكم شوربه رائعه وغتعجبكم بزاف بزاف. وعندنا هنايا 3 معالق كبارين ديال كرافس، انا عندي مجمدين، تقدروا تستعملوا طريين. هنايا غادي نقشر المكونات ديالي وغندوزوا للمرحله ديال الطهي. هني بعد تقشير ديال المكونات، بعد ما قطعت بيضة هكذا قطع صغيرة باش توجد لي دغيا، وقطعت البصل ديالي، غادي نجيب إناء معدني وغادي نعمل فيه الماء، وغادي نعمل فيه المكونات ديالي. بالنسبة للماء أنا عبرت بأربعة ديال الكؤوس ديال حياتي، هما اللي عدلت. وطحنت المكونات ديالي وخليتهم جانبا. هنا غادي ندوزو للمقادير الثانية اللي غادي نحتاجو فيها الفطر والحليب والزبدة، وغادي نحتاجو الدقيق، وغادي نحتاجو جبن الأبيض، صلصة الصوجة، ونحتاجو الملح والإبزار. بالنسبة للطريقة اللي غادي نطيبو بها هاد المكونات، غادي نجيبو كميلة ديالنا ولا طنجرة ديالنا، غادي نعملو فيها ملعقتين كبيرتين من الزبدة أو الزبدة. حنايا انا خليت لكم المقادير في اول ديال الفيديو، غنكتب لكم في صندوق الوصف. دائما كنزرب في الهضره وكنبقى غير خربق عليكم، يمكن بزاف منكم كيطرى لكم بحالي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتفهموني ويكونوا فيديوهات واضحين، تكونوا كتجربوا الوصفات وكينجحوا معاكم، ونكون كنعرف نوصل لكم الوصفات كيف ما انا كينجحوا معايا. هنايا ضفت الفطر ديالي على الزبده، وضفت الملح، وضفت الابزار اولا الفلفل الاسود، وغنضيف ملعقتين كبيرتين من صلصه الصوجه. بالنسبه لهاد الصلصه ما غنقول لكمش اختياريه، حتى شي واحد مكون اساسي، كتعطي واحد المذاق رائع في هاد الشوربه هادي، وفي نفس الوقت كتعطي لنا ديك اللوين الشامبينيون. الا كان عندكم شامبينيون طري اولا الفطر طري يكون حسن وحسن. انا استعملت هاد المعلب. هنايا كيف ما قلت لكم كنشحروا الشامبينيون ديالنا مزيان مزيان، ومن بعد كنهزوه وغندوزو لمرحلة أخرى. خليكم مع الفيديو حتى الآخر باش إن شاء الله هكذا تعجبكم السوبا وتجربوها. هني بعد ما تشحل لي شامبينيون ديالي وشرب ديك صلصة الصوجة، غادي نهزو وغادي يبقى لي شوية ديال الزبدة في الإناء أولا في طنجرة عفوا، وغادي نضيف عليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أولا زيت المائدة، كتبقى اختيارية. بالنسبة لهاد الشوربة ساهلة مهلة، كتوجد في أقرب وقت بالنسبة دابا أواخر ديال رمضان كيف ما لاحظتو، وكنوجدو بزاف تجهيزات حلويات وعبادة، يعني هادي غادي ما تتاخدش معكم الوقت، توقفوا بزاف في الكوزينة على الفطور. هنايا غادي نضيف الزيت اللي قلت لكم عليها، وهنايا ضفت الدقيق ملعقتين كبيرتين حتى هو، وغادي نحاول نعمل بيشاميل. غير هي ما غنعملهاش بحال المولفين كنعملوها. هنايا غادي نحمص الطحين ديالي كيف ما لاحظتوا مع ديك الزيت والزبده اللي بقات لي، وغادي نضيف عليها الحليب تدريجيا، وغادي نحرك باستمرار باش حتى ما تكورش معنا، وتنجح لنا هاد البيشاميل اللي غادي نحتاجو في الشوربه. غادي نكمل انا في التحريك، وغادي تشوفوا المراحل اللي غادي يجيو من بعد. هنايا بالنسبه للنار، راني طفيت النار وحركتها مزيان مزيان، ومن بعد عاود شعلت لو نقصت العافيه، وضفت الشوربه ديالي اللي طحنا مع بعضنا،
و غادي نبقى نحرك بسرعة على نار مهيلة باش هيدا ما يتكون ليش الدقيق ديالي، وفي نفس الوقت تجيني شوربة ناجحة. غادي نكمل هكذا في التحريك، وانا كنضيف الشوربة ديالي او السوبة ديالي اللي طحنا البطاطس والكرفس والثوم والبصل، وغادي نخليها حتى تغلي لي مزيان مزيان. بالنسبه للكثافه ديالها انا احتفظت بها بالكثافه كريميه دقيقه لاجات. بالنسبه نتوما كي بغيتو تعملوها خفيفه كتضيفوا الماء بطبيعه الحال، الماء مغلي غادي تضيفوه. هنايا غادي نكمل انا في التحريك، وغادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا المرحله اللي مور هذه. هني الشربة ديالي بدات كتغلي لي، ضفت لها الجبن المقطع مشالي ديال الفيديو، ضفت لها الجبن الابيض وكملت في التحريك. وهنايا غادي نضيف لها الشامبينيون ديالنا، ها هو الجبن الابيض، كنحاول نفتتو بمعلقه وغادي نخلي بعد منه طريفه هكذا كيعجبنا، وانتوما تقدروا تطحنوا الا ما كتبغيوهاش طريفات. وبالنسبه للجبن الابيض انا استعملت الريكوتا، تقدروا تستعملوا مربعات الجبن المشهوره. وهنايا جهزت معايا الصوبه ديالي ولا الشوربه ديالي، غادي نقدمها. كيف ما كتلاحظوا كتجي كريميه ورائعه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنايا غادي نزينها بالقليل من الجبن ايدام محكوك، وغادي نضيف شويه ديال الشامبينيون اللي احتفظت به ما ضفتوش كله، وغادي تكون الشوربه ديالي واجده لفطورنا ديال اليوم. كنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، كنتمنى تشجعوني، ما تنساوش تضغطوا على الزر اعجبني الى عجبكم الفيديو، وتوصلوا هذا الفيديو لاكثر عدد من اللايكات. واللي يشوف القناه اول مره يعمل دويره فيها، راه فيها بزاف الحويجات غيعجبوكم ان شاء الله يا ربي، وعملوا اشتراك مع الضغط على الجرس باش هكذا يوصلكم الجديد ديال القناه ديالنا. كنتمنى تكونوا احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.